لا بأس، يجب علينا الآن أن نجد مكان بينتو وعصابته، ولكن حتى لو وجدتموهم عليكم ألا تهاجموهم فورا، وعندما تروهم عودوا فورا إلي وأخبروني، وعند أي هجوم عليهم عليكم أخذ الأوامر مني فقط. هيا انطلقوا الآن. أين أنت يا كارو؟ كارو؟ أهلا بك يا لالا، ماذا تريدين مني؟ صباح الخير يا كارو. خذ هذه الهدية. ما هذا؟ هذه الهدية لي؟ نعم، ذهبت إلى مخبأ أبيك لكني لم أجد، فأتيت بهذه الهدية إليك. هكذا إذن الهدية ليست لي. كلا، إنها له ولك. لا بأس، وماذا تريدين من أبي؟ أريد أن أوصل له أخبار عن جدي. إيه؟ عن جدك؟ أنت تعرف أن جدي أصبح ضعيفا الآن، ويريد من والدك أن يكون إلى جانبه في هذا الوقت. ترى هل سيوافق على هذا الأمر ويقف إلى جانب جدي؟ حتما سيوافق، إن والدي يرغب في هذا الأمر منذ زمن طويل. إنه يطمع إلى تسلم الزعامة بدلا عن جدك. ماذا؟ أنت قلت أن جدك أصبح ضعيفا الآن، إنه يحتاج للمساعدة من أبي. نعم، لقد نسيت أني قلت هذا الآن. نسيتي؟ لم أنس ما قلت، ولكنك قد فهمت مني أن جدي غير قادر على قيادة الذئاب. وماذا عن ذلك الآدمي ماوكلي؟ لا شيء، إن ذلك الآدمي لا يمت إلى الذئاب بأي سلة كانت. كنت أظن أن ذلك الآدمي سيقود الذئاب بعد أكيلا. وهل فهمت الآن يا كارو؟ نعم، لقد فهمت الآن يا لالا. أعرف أنك تضحكين علي. هل سمعت ما قلته لكارو؟ لكن يا لالا كنت أصدق أنك تكرهيني. لا عليك، إنها خطة فقط، خطة حتى لا يكشفونا. Thank you.
إن هذا غريب حقا. إن المسافة بيننا وبينهم بعيدة، ولن نسمع الحديث الذي سيدور فيما بينهم الآن. ولكن هذا تخطيط سيء للعملية. سأحاول أن أستطلع المكان الآن، وأنت يا لالا اتبعي زاكا. هيا بسرعة. لم ينسوا ذلك اليوم الذي اجتمع فيه باجيرا وكاوا بالو. سيد ساكا، أنا لالا. ما الذي يجعلك تخرجين وحيدة يا لالا في هذا الوقت؟ إني أعد لك كمينا يا ساكا. إني أمزح فقط، لقد أخبرني كارو أنك هنا. ذلك الأحمق، لقد أخبرته أن لا يدل أحدا علي. لقد أرسلني جدي إليك، إنه يريدك. ولماذا يريدني؟ يريد منك أن تأتي إلى زيارته متى كان الوقت مناسبا لك. هل لديك مانع؟ لا تعرفي ما الذي يريده مني؟ كلا. وكيف حاله الآن؟ سيء، إنه طريح الفراش منذ فترة طويلة، وإنه لا يستطيع الأكل الآن. إن حالته سيئة. مزعج، ألا يستطيع الأكل؟ مسكين أكيلا. إذن هو لم يغادر منزله منذ فترة. نعم، في الفترة الأخيرة لم يغادر. لقد فهمت الآن ما الذي يريده أكيلا. لم يعد قادرا على القيادة وطلب مني المساعدة. إن جدي ما زال قويا ويستطيع التهامك في أي وقت. اتبعه وسوف تجده حتما. لقد كنت أن أصل إلى مكان بينتو، لكني فقدت آثاره. إن هذا مثير للشك، لا يوجد أوكار أو أرض مناسبة للصيد حول تلك الهضبة الصخرية. لقد اكتشف ماوك لأن هناك شيء ما بين ساجا والضباع. نعم، سأقوم بالبحث عنه مرة أخرى غدا، ولكن ماذا عن شريخان؟ لقد فكرت أنا وأمي في أمره، ولكننا لم نصل لشيء. ما رأيك يا ماوكلي؟ هل كان كلامي عن جدي مقنعا؟ لقد صدق ساجا ذلك وأخذ يسألني عنه واقتنع بأن جدي يريد مساعدته. تصور أنه سيصبح زعيما للذئاب. نعم، لقد كانت فكرة انتقال الجدي إلى منزل أمي أمرا رائعا. تذكروا هذا جيدا الآن. إن على الذئب أن لا يتراجع عن قراره أبدا. لقد كان ألكسندر كذلك، كان يبقى وراء هدفه لأشهر طويلة ولا يعود إلا ومعه غايته. لنأخذ الآن قسطا من النوم لنستعد ليوم غد منذ الصباح الباكر. نعم.
إن أكيلة الآن بحالة سيئة جدا، ليس لديه القدرة على أن يصيد أرنبا. كلا، أنا لا أصدق ذلك، إنها معلومات خاطئة. خاطئة؟ تقصد أن لالا كذبت علي؟ لا يمكن أن تكون لالا كاذبة. إن كنت تنفي هذا احصل منها على معلومات دقيقة. صباح الخير جميعا. إذن هذه هي مكافأتي. شكرا لكم. نرجو أن تكون قد أعجبتك. وماذا تريدون مني؟ نريد منك أن تبحث عن بنته، ذا كذب الخارج عن القانون. ماذا؟ ألم يغادر هذا المكان حتى الآن؟ يبدو أنه يريد الاختباء في مكان ما ليخطط لأمر شرير. عرفنا هذا من القرد لوغو. يبدو أن أحد أفراد عصابة بنتو حرض ساغا ومجموعته على أكيلا، وأنا أظن أن شريخان وراء هذا. ماذا؟ معقول؟ إذن سيستولي هؤلاء على هذا الغاب بعد إذن. وفي هذا الوقت ستحاول لوري وأتباعها الهجوم على بنتو ومن يعاونه. لوري؟ ماذا تقول؟ ستقف في وجهه مية وأولادها فقط، وهذه معركة بين الذئاب لا يحق لنا التدخل بها. أفهم من هذا أنكم تودون مساعدتهم بشكل غير مباشر، أليس كذلك؟ هكذا بالضبط. دعوا هذا لي، فسوف أكتشفهم خلال ساعات حتى لو اختبأوا في باطن الأرض. إذا وجدتهم دعنا نعلم بهذا بأقصى سرعة. طبعا هذا من حقكم. إن الكلام الذي قلته لك صحيحا يا كارو. ليس صحيحا يا لالا. ومع هذا لم نجدهم، أظن أنهم انتقلوا إلى مكان آخر. قد يعرف كارو مكان تواجدهم، ولكنه لم يذكر أي شيء عن هذا أمامي. أظن أن بنت وعصابته قد التجأوا إلى أرض صيد أخرى، لم نلمح لهم أي أثر هنا. كلا، لابد وأنهم يختبئون في مكان ما هنا، أنا متأكدة من ذلك، فكروا معي أكثر فقط. إن الذي أخبره ساغا للالا غريب حقا، فالذئاب والضباع لا يمكن أن يكونوا أصدقاء، وهذا من المستحيل. إن تصرف كارو غريب، والأغرب من ذلك اختباء شريخان كل هذه الفترة، أتلاحظ هذا؟ نعم، على ما يبدو أن الأمور معقدة فعلا. لتيأس يا ماوغلي، إنك ابن إلكساندر الذي كان لا يضعف أبدا. نعم. لا، ماذا حدث؟
يبدو أن أحدا قد اقتحم البيت ليلة أمس. اقتحموه؟ حدث هذا في وقت متأخر الليلة الماضية، وكنت أنا متعبة جدا ونمت بعمق من شدة التعب الذي حل بي، لكني أذكر أني شممت رائحة غريبة في البيت وقد ذهلت عندما استيقظت صباحا، وكان البيت قد حطم وخرب كل شيء تماما. لقد تحول البيت إلى مكان موحش. بنتو، كانت هناك آثار أقدام كثيرة داخلة وخارجة أمام المدخل، لا يفعلها إلا بينتو وعصابته. لا لا، تعالي كي نذهب إلى ملجأ آكرو، وأنت يا كيتشي اذهب إلى أمي وأخبرها بأن تأتي إلى ملجأ آكرو بسرعة، لا تتأخر. الأمر ليس غريبا، لابد أن ساجا وعصابة بينتو قد بدأوا بالتخريب ضدنا. لابد أن آثارهم ما زالت موجودة الآن، فلنتبعهم إذن، لابد وأننا سنجدهم. إذا عثرتم عليهم لا تنسوا أن تعودوا إلى هنا. كيف سأجدهم في هذا المكان؟ لقد وجدت مكان أولئك الأوغاد. حقا؟ أين هو؟ في القصر البارد. القصر البارد؟ رائع يا شيل، هذا جيد. إن بنت وعصابته يختبئون فيه، انظر هذا واحد منهم. شكرا لك، سأدفع لك فيما بعد. ماوكلي، ها؟ أنا باغيرا، باغيرا أبحث عن ماوكلي. باغيرا؟ أجد الأصدقاء في كل. قل يا باغيرا. هاي. أوه، مرحبا ماوكلي، لم أراك منذ فترة طويلة. باغيرا، قل لي يا باغيرا، هل شاهدت ذئبا غريبا في هذا المكان؟ ذئب غريب؟ نعم نعم، رأيته. ها حقا؟ لقد رأيت ذئبا ضالا فوق القمة. ذئب ضال؟ في الحقيقة أنا لم أرى، ولكن شيل هو الذي رآه. إن ذلك الذئب، إنه بنتو الذي خرب غابتنا، أليس كذلك يا ماوكلي؟ بنتو، هل وجدتموه حقا؟ ماذا دهاك يا ماوكلي؟ ما بك؟ وأين هو؟ لا بأس، دعني أتذكر أين هو الآن. أين هو الآن؟ نعم تذكرت. تذكرت، إنه الآن في القصر البارد. في القصر البارد؟ أمتأكد؟ شكرا لك يا باغيرا. لقد انتهى الأمر، ولكن على ما يبدو إن علي مهام كثيرة. إذن هم في القصر البارد. إن ألكسندر يحيطنا برعايته وهو موجود. لقد ترك لنا أصدقاء أوفياء، باغيرا وبالو وكا وشيل. لا تقلقوا، سنتغلب عليهم بالتأكيد.